السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة مع اول حلقة من شرح منهج كونكت بلس برايمري 2 ترم 2 او الترم الثاني، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الترم التاني في كونكت بلس يا اصحابي بيبدأ من يونت 7. احنا كنا اخدنا 6 يونتس او 6 وحدات في الترم الاول، فالترم التاني بيبدأ من يونت 7. يونت 7 وعنوانها where is it from، where يعني اين، وطبعا احنا عارفين ان where بنسأل بيها عن المكان، فلما اقول where is it from من اين هي، يعني هي من فين، فهو بيسأل على مكان حاجة معينة، وده عنوان اليونت. وهنا سبقتنا بيزي بي بتقول لنا look انظر listen اسمع and repeat repeat وكرر. وهنا طبعا يا اصحابي زي ما احنا شايفين سبقتنا وهي بتقول الجراند ماذر بتاعتها بتقول لها we went we went يعني احنا ذهبنا، طبعا went هو الماضي بتاع go، احنا ذهبنا on a school trip on a school trip يعني في رحلة مدرسية yesterday yesterday امبارح بالأمس we went on a school trip yesterday. فالgrandmother بتقول لها did you go to a museum did you go to a museum museum يعني متحف، انت رحتوا المتحف، هل انت رحتوا متحف من المتاحف؟ فهي بترد عليها بتقول لها no لا we didn't we didn't احنا ما رحناش متحف من المتاحف. we went to a farm we went to a farm احنا رحنا مزرعة to learn about animals to learn about animals علشان نتعلم عن الحيوانات. فالgrandmother بتقول لها that sounds fun that sounds fun يعني هذا يبدو ممتعا، اللي انت بتقوليه ده شكله ممتع، فهي بتقول لها yes yes نعم it was it was انه كان was يعني كان، وده طبعا verb to be في الماضي، واحنا عندنا على القناة شرح verb to be تقدروا ترجعوا له وتقدروا تعرفوا اكتر عن الجرامر الخاص ب verb to be. فبتقول لها yes نعم it was انه كان كذلك، يعني انه هو فعلا كان ممتع. we saw we saw يعني احنا رأينا احنا شفنا، وده الماضي بتاع see horses horses الاحصنة sheep sheep الخروف cows cows البقر and ducks والبط. it was very interesting it was انه كان very interesting شيق جدا. فهنا صديقتنا بتقول للجراند ماذر بتاعتها عن السكول تريب اللي هي راحتها امبارح او yesterday، وبتقول لها احنا شفنا الهورسس والشيب والكاوز والدوكس والتريب دي كانت very interesting او شيقة جدا. وطبعا يا اصحابي احنا عايزين هنا نعرف بعض الكلمات. اول حاجة farm animals farm animals يعني حيوانات المزرعة، لازم نحفظ بعض الكلمات الخاصة بالfarm animals او بحيوانات المزرعة. chicken chicken يعني دجاجة chicken 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 cow 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 يعني بقرة cow 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 donkey 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 يعني حمار donkey 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 duck 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 يعني بطة duck 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 fish 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 يعني سمك، وممكن تبقى سمكة fish 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 goat 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 يعني ماعز goat 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 horse horse
horse horse يعني حصان horse 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 rabbit 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 يعني أرنب rabbit 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 sheep 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 يعني خروف sheep sheep sheep. وكمان يا أصحابي لازم نعرف ان الفارم animals او ان حيوانات المزرعة احنا بناخد منهم حاجة اسمها البرودكتس. البرودكتس او المنتجات. برودكتس يعني منتجات. ازاي بناخد منهم البرودكتس دي او المنتجات دي؟ طبعا لما بيبقى عندنا animals في الفارم بتاعتنا او بعض الحيوانات في المزرعة بتاعتنا بناخد مثلا منهم بعض الصوف. فالصوف wool 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 يعني صوف. طبعا ده لما باجي اقص ال بعض الصوف من الفرو الخاص بالشيبس اللي عندي الخرفان اللي عندي لما الفروة بتاعتهم بتكبر فارمر بيقص الفروة دي بياخد منها زي ما احنا بنحلق شعرنا بالظبط كده فبياخد منها الوول 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 او الصوف. وطبعا ده لما بيبقى جودته عالية بيبقى سعره غالي وهو بيبيع وبيكسب منه فلوس. فده اول برودكت او اول منتج احنا ممكن ناخده من الفارم انيمالز او من حيوانات المزرعة. تاني حاجة ممكن ناخدها منهم ميت 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 يعني لحم. طبعا لما يجي الفارمر او المزارع يبقى عنده حيوانات كتير في المزرعة ممكن مثلا ياخد جزء منها ويوديه المجزر علشان يذبحه ويقطعه له وياخد منه لحم جميل ياكله هو واولاده او ممكن كمان يبيعه. فهنا ده يعتبر برودكت او منتج احنا بناخده من الفارم انيمالز او من حيوانات المزرعة. طب ممكن كمان ناخد منهم ايه؟ شاطرين تشيز 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 يعني جبنة يعني جبن. لما يبقى عندك كاوز او ابقار وبرضو ممكن لما يبقى عندك جوتس او ماعز او شيبس او خرفان الحاجات دي بتنزل البان او ملك. الفارمر او المزارع بياخد الملك ده او الالبان دي وبيعمل عليها شوية عمليات عنده كده في المعمل الصغير بتاعه في الفارم بتاعته فبيعمل منه تشيز تشيز او جبنة. والتشيز او الجبن ده ممكن هو يبيعه ويكسب منه فلوس كتير ممكن كمان ياكله هو واولاده او هو واسرته. فهنا ده برودكت او منتج احنا بناخده من الفارم انيمالز او من حيوانات المزرعة. طب ممكن ناخد منهم ايه كمان؟ شاطرين ملك 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 يعني لبن. زي ما قلنا من شوية لو عندنا كاوز او ابقار لو عندنا جوتس او ماعز لو عندنا شيبس او خرفان الحاجات دي ممكن ناخد منها ملك او حليب او لبن ونقدر برضو نبيعه كأنه برودكت ممكن كمان نشربه ونستفيد بيه. فده يعتبر برودكت او منتج احنا بناخده من الفارم انيمالز او من حيوانات المزرعة اللي عندنا. وكمان ممكن ناخد من الفارم انيمالز او من حيوانات المزرعة الباتر الباتر باتر يعني زبدة زبدة او السمن. الباتر الزبدة او السمنة طبعا دي بنصنعها من الملك او من الحليب زي ما عرفنا من شوية ان احنا ممكن نعمل تشيز او جبنة. ممكن الفارمر او المزارع ياخد الملك ويعمل عليه عمليات تانية في المعمل الصغير بتاعه بدل ما يعمل جبنة يعمل باتر باتر او زبدة او سمنة يعني. وده يعتبر برودكت او منتج يقدر هو يبيعه ويكسب منه فلوس ويقدر كمان يستخدمه لنفسه ولأسرته. وده يعتبر برودكت مهم جدا برضو ممكن ناخده من الفارم انيمالز او من حيوانات المزرعة. عايزين كمان نعرف يا اصحابي عن الويذر الويذر او الطقس. طبعا يا اصحابي لو انتوا متابعين معانا الدروس الخاصة بديسكوفر الدروس الخاصة بمنهج ديسكوفر مرتبطة ارتباط وثيق بالدروس الخاصة بمنهج كونكت وكونكت بلس
فهنلاقي المواضيع متشابهة. يعني الجزء الخاص بالweather أو بالطقس موجود في ديسكوفر بشكل موسع وبشكل كبير، هنا لازم نتكلم عنه كمان لأن هو جزء من المنهج بتاعنا في كونكت بلس. فهنا بيقول لنا إن الweather أو الطقس ممكن يكون cloudy أو غائم، ودي حالة السكاي أو السماء لو فيها سحب كتيرة أو فيها clouds كتيرة، هنا بنقول على الweather إن هو cloudy يعني غائم. ممكن كمان لما يكون في جفاف ومفيش مطر والدنيا مفيش مية في السماء بنقول عليه drought يعني جفاف يعني جاف. الطقس الweather drought يعني الطقس جاف، مفيش مطر والبخار بتاع المية اللي في الهواء قليل جدا، فهنا بنقول عليه drought يعني جاف. ممكن كمان نقول flood يعني فيضان. لو احنا عندنا مثلا مكان فيه نهر، المكان ده ممكن يحصل فيه flood يعني فيضان، يعني المية تعلى جدا في النهر ده وتخرج بره حواف النهر وتغرق الارض اللي حواليها، ده اسمه flood يعني فيضان. ممكن كمان يبقى foggy يعني مليء بالضباب. fog يعني ضباب. لما بيبقى فيه شبورة من البخار بتاع المية في الهواء، بخار مية كتير في الهواء، وده بيبقى واضح جدا على الطرق السريعة اللي بنسافر عليها ما بين المدن المختلفة، بيبقى موجود الفوج او الضباب ده وبيبقى خطر جدا على الناس المسافرة. فبيقولوا لهم لما بيكون زيادة شوية على الطريق بيقولوا لهم استنوا شوية لما الفوج او الضباب ده يقل وتقدروا تسافروا في امان. ففي الوقت ده الطقس او الويذر بنقول عليه فوجي يعني مليء بالضباب. فوجي يعني مليء بالضباب. طب لو المطرة بتمطر، مطرة يعني رين، فلما الطقس او الويذر يكون فيه مطرة كتيرة بنقول عليه ريني يعني ممطر ريني. طب لو احنا في مكان او في بلد الطقس فيها درجة الحرارة بتنزل فيه لتحت الصفر او درجات منخفضة جدا، فبيحصل تلج، السماء ساعات بتنزل تلج بدل ما المطرة بتنزل في شكل نقط مية بتنزل مثلا في شكل تلج او صقيع، فبنقول عليه snowing يعني مسلج، يعني الطقس حوالينا snowing يعني الطقس حوالينا مسلج، يعني بيعمل تلج هيغطي الاراضي والبيوت والسماء نفسها بتنزل تلج. طب لو الشمس سطعة في السماء والطقس جميل زي بلادنا الحبيبة، فده بنسميه sunny يعني مشمس، sunny يعني مشمس. كمان في كلمة متعلقة بالطقس اسمها temperature او درجة الحرارة. temperature نعرف درجة الحرارة بتاعت الطقس بتاعنا عن طريق بعض الادوات هناخدها في discover مع بعض، منها طبعا الثيرموميتر. فالدرجة الحرارة دي اسمها temperature يعني درجة الحرارة. طب في حاجة اسمها thunder and lightning. thunder اللي هو صوت الرعد، صوت الرعد ساعة المطرة ما بتيجي تمطر بيحصل صوت جامد جدا في السماء كأن حاجة بتنفجر او بتفرقع، ده اسمه thunder يعني رعد. طب والبرق الضوء الجامد جدا اللي بينور السماء بيبقى غالبا لونه ابيض، ده اسمه lightning يعني البرق. يبقى thunder and lightning الرعد والبرق. طب لما يبقى فيه رياح جامدة جدا في المكان اللي احنا فيه بنقول عليه windy يعني مليء بالرياح يعني عاصف. windy. واخر كلمة عايزين نعرفها عن الطقس، لما يبقى الجو رطب مثلا وفي رطوبة عالية في الهواء سواء كان في صيف او في شتاء بنقول على الطقس هنا humid يعني رطب، يعني في رطوبة عالية في الهواء humid يعني رطب. وطبعا يا اصحابي لازم نكون عارفين ان احنا لما بنتكلم عن البرودكتس اللي احنا بناخدها من الفارم انيمالز او من حيوانات المزرعة بنقول we يعني نحن، get يعني بنحصل على، wool الصوف from men sheep
شيب الخروف. يبقى لما نيجي نقول ان احنا بنحصل على الصوف من الخروف بنقول we get wool from sheep. we get wool from sheep. فلما نيجي نسأل بقى ونقول هل يا ترى احنا بنحصل على الحليب او اللبن من الخروف بنقول do we get milk from sheep. do we get milk from sheep. هل يا ترى احنا بنحصل على الحليب او اللبن من الخروف؟ وطبعا هنا احنا جبنا do في اول الجملة علشان نقول هل، لان طبعا اللغة الانجليزية يا اصحابي مفيش اداة استفهام فيها اسمها هل. في ادوات تانية عندنا حلقة كاملة بتشرح ازاي تعمل سؤال باستخدام ادوات الاستفهام المختلفة. لما نيجي نسأل عن المكان او الزمان او الكيفية في عندنا حلقة موجودة بتشرح ازاي تكون سؤال بشكل سليم عن طريق استخدام اي اداة من ادوات الاستفهام. بس كل ادوات الاستفهام بتاعت اللغة الانجليزية ما فيهاش حاجة اسمها هل. فلما نيجي نقول هل بنحط verb to do في اول الجملة، ممكن كمان نحط بداله verb to be، بس هنا احنا استخدمنا verb to do فحطينا do في اول الجملة وقلنا do we get، هل نحن نحصل على milk الحليب او اللبن from sheep، from sheep من الخروف. do we get milk from sheep. ده سؤال، وهنا في اخر السؤال في question mark او في علامة استفهام. لازم كمان نبقى عارفين لما نيجي نتكلم عن ال weather او الطقس نقول مثلا it's very windy. it's very windy يعني انه عاصف جدا، الجو فيه رياح جامدة جدا. it's a little cold. it's a little cold يعني انه بارد بشكل قليل، الجو برد شوية. يبقى مرة تانية it's very windy يعني الطقس مليء بالرياح. it's a little cold. it's a little cold الطقس بارد قليلا، بارد الى حد ما. طب لما نيجي نقول مثلا ان هو غائم جزئيا، واحنا خدنا الجزء ده مع بعض في الديسكفر، بنقول it's partly cloudy. partly cloudy يعني غائم جزئيا. it's partly cloudy يعني انه غائم جزئيا. ممكن كمان نقول there is no wind. there is no wind يعني لا يوجد اي رياح، يبقى الهواء ما فيهوش اي رياح. there is no wind. لو بنتكلم عن الاماكن والمسافات بينها ممكن مثلا نقول جيزة، المحافظة بتاعت الجيزة is the closest. closest يعني الاقرب. جيزة is the closest. unit 7 يا اصحابي الفونكس فيها خاصة بحرف السي ال وحرف الاف لما يجي بعد منه ال وحرف البي لما بيجي بعد منه ال. احنا عرفنا كلنا واحنا عندنا طبعا حلقات شرح الفونكس او الصوتيات عندنا على القناة في قائمة التشغيل لوحدها ان حرف السي بننطقه ك ك ك، وخدنا امثلة كتير جدا على ده. فهنا لما يجي حرف السين بعد منه حرف ال بنقول كل كل كل، زي كلمة clock 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 يعني ساعة، وزي كلمة cloud 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 يعني غيمة يعني سحابة. أما حرف الإف يا أصحابي فلما بيجي بعد منه حرف ال بنقول فل فل فل، زي كلمة flag 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 يعني علم. flag flag flag، وزي كلمة flood 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 يعني فيضان. flood 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 يعني فيضان. أما حرف ال P لما بيجي بعد منه حرف ال L فبنقول بل بل بل، زي كلمة play 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 يعني يلعب. play play play، وزي كلمة plant 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 plant
يعني نبات. plant 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 يعني نبات. وزي كلمة plane 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 يعني طائرة. plane 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 يعني طائرة. وده كان الجزء الخاص بالفونكس الخاص بيونت 7 where is it from من اين هي. وطبعا ده الجزء الاول من شرح اليونت دي. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.